شيخ الاسلام ابن تيميه احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني الدمشقي المعروف بشيخ الاسلام ابن تيميه هذا الرجل اسباب القوه عند هذا الرجل قالوا اهم سبب لديه الالتجاء الى الله توحيد الله والإخلاص وكان رحمه الله إذا أشكل عليه شيء أخذ يدعو والتجئ إلى الله كان لديه همة عجيبة في تحصيل العلم كان يراجع في تفسير الآية الواحدة أكثر من مئة مرجع في التفسير في الآية الواحدة قوة في التأليف يقول العلماء في ترجمة شيخ الإسلام شيخ الإسلام لا يعرف هذا الذي نصنع الأيام هذه في التأليف قص لسق قص لس بحث في دقيقتين شيخ الإسلام كل كتب كل كتب شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل قائل لا ناقل يكتب من حفظه يكتب في يوم ما يكتب الكاتب المتمرس على الكتابة في أسبوع لم يؤلف كتابا واحدا من أجل التأليف قال أريد أكتب كتاب وألف كتاب حتى ينتشر بين الناس ألفه فلان ابن فلان المحقق المنقح أسد المنابر الخطيب المسقع ما يوجد هذا عند شيخ الإسلام لم يؤلف كتابا واحدا من اجل التاليف الف من اجل حاجه الناس كل كتب شيخ الاسلام هو فيها راد لا مردود عليه لم يثبت عن شيخ الاسلام انه تراجع عن شيء من كتبه نعم رجع المؤلف رحمه الله تعالى عن شيء من اقواله كما يحصل عند اهل الاجتهاد اما انه رجع عن شيء من كتبه لا كذبوا عليه والصقوا به بعض الكتب دعاء ختم القران رساله في جواز شد الرحله لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن في القديم كان اعداء الشيخ شيخ الاسلام يقابله بالرد في هذه الايام لا لا تغير الحال اعداء شيخ الاسلام في هذه الايام ماذا صنعوا أخذوا كتب شيخ الإسلام وحققوها ووضعوا فيها وزادوا نعم ونقصوا أشياء وبدلوا حتى جاء الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله في مشروعه الذي أشرف عليه العناية بهذا التراث، تراث شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى. الله سبحانه وتعالى وضع لهذا الرجل كلمات اصبحت سائره ومحفوظه من الطلاب بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون وغير هذا من الكلام تكلم حمى الله سبحانه وتعالى وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الرجل سبب لدحض وإيقاف ثلاثة من أكبر وأقوى وأضل الفرق الضالة نسأل الله العافية والسلام حياة شيخ الإسلام كانت رح كان رحمه الله يعني جاد في هذا الأمر لم يعرف لا ولا السخرية ولا الاستهزاء كان الذي يحضر لمجلس شيخ الإسلام يتذكر الآخرة لم يسمع قط في مجلس من مجالس شيخ الإسلام لا غيبة ولا نميمة يقول كان إذا جلس وتحدث تزدحم العبارة في فيه من قوة استحضار رحمه الله إذا أخذ يستدل من القرآن يقول ينتقي من القرآن حيث شاء كأن القرآن بين يديه بل أنهم كانوا يقولوا حتى أكثر من هذا مجدد مؤلفات شيخ الاسلام لا يعرف في الاسلام مثل شيخ الاسلام في التاليف اطلاقا لا يعرف في الاسلام مثل شيخ الاسلام له اكثر من الف مؤلف اذا ارادوا تعذيب شيخ الاسلام اخذوا عنه ادوات الكتابه هذا التعذيب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى البعض يقول والله أعجبني شيخ الإسلام إلا إلا ماذا إلا في أنه لم يتزوج قال لا ما يمكن إلا هذا لا شيخ الإسلام رحمه الله لم يتزوج لا رهبانية بل شغل رحمه الله بالجهاد والتأليف وسجن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يقتدي بعلماء السلف قال لابد أسجن، لا ما يمكن، هو ما أراد أن يسجن أصلاً. مكنوا الله سبحانه وتعالى من أعدائه، مكنوا الله سبحانه وتعالى من أعدائه، وقال له السلطان ماذا تأمر في هؤلاء؟ نعم إذا قال لك السلطان ماذا تريد نفعل في هؤلاء؟ قال اتركهم تركهم, تركهم. لله كان اناس في زمن شيخ الاسلام يدخلون النار ولا يحرقوا فجاء شيخ الاسلام الى السلطان وقال ندخل ادخل انا وهم الى النار والكاذب تحرق النار فرحوا وقالوا نحرق شيخ الاسلام بهذا وننتهي منه ولا يرد علينا احد فقال نخلع ما علينا من ملابس ونغتسل بكذا وكذا وندخل والكاذب تحرق النار آه. عابوا على شيخ الاسلام امور منها انه لما تزوج وذكرنا عابوا عليه انه لم يقبل شيء لا قليل ولا كثير من الناس عرضوا عليه أموال سلاطين أمراء يعطوا شيخ الإسلام أموال لم يقبل شيء أرادوا أن يقدحوا في شيخ الإسلام وإذا هم يمدحوا زهد وورع وإخلاص لله سبحانه وتعالى هذا الكلام اللي ذكرنا علماء أهل السنة والجماعة يذكرون تراجم العلماء لكن نادره لا دائمه لان الميزان الذي يوزن ما عليه الناس بماذا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اذن الميزان هو ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه رضو الله عليهم وهذه الترجمه قلنا ان فيها هو فيها متبع للنبي صلى الله عليه وسلم واذا خالف فمردود